في هذه الحلقة من برنامجنا كيف صنعت؟ المذياع أو الميكروفون؟ الأحواض الدافئة؟ العشب الاصطناعي؟ وأقداح الشراب؟ يجرب الناس صوت المذياع منذ العام 1876 تاريخ ابتكار المذياع. يحول المذياع الصوت إلى إشارة يمكن نقلها عبر أجهزة التلفزة والراديو وغيرها. إن كان لديك ما تقوله فأنت تحتاج إلى مذياع يبث صوتك. بدأ من المجد الذي عرفه الراديو مروراً بالمسرح وشاشة السينما حتى العصر الرقمي، كان المذياع ولا يزال عنصراً أساسياً لصناعة مذياع صالح للبث. تبدأ العملية مع قطعة الدعم اللازمة، تنحت أدوات آلية أسطوانة نحاسية وفق الأبعاد المطلوبة، تصنع حلقة الاحتجاز المخصصة لشبكة المذياع التي ستثبت البنية الشبكية المعدنية، تصف ثلاث رقائق شبكية بصورة متوازية تلحم ببعضها، توضع في مكبس التخريم الذي سيمنح هذه الرقائق الشبكية شكلاً مقعراً، تستخدم شفرة لشطر الشبكة إلى نصفين لتشكيل شبكة المذياع. يصير عامل الجمع معجون اللحام داخل التجويف في الحلقة النحاسية، ثم يضغط نصفي الشبكة ويجمعهما داخل الحلقة المملوءة باللحام. على منصة دوارة تقوم الشعلة بتسخين الحلقة فيذوب معجون اللحام وتلتصق الشبكة. بعد ذلك يخرم القرص النحاسي 90 مرة بواسطة المثقاب لإحداث فتحات التهوئة، ثم تسوي أداة ثانية السطح وتتخلص من الزوائد. سيؤدي القرص دور اللوح الخلفي بالنسبة لإحدى كبسولات المذياع. يستخدم عامل الجمع الفرشاة للتخلص من القشرة، ثم يثبت اللوح الخلفي على جهاز التثبيت. طلي هذا الغشاء البلاستيكي بالذهب الحقيقي كي يتمكن من نقل التيار الكهربائي. تضع العاملة الغشاء وحلقة بلاستيكية على اللوح الخلفي، ثم تضيف سلكاً كهربائياً. تثبت الحلقة البلاستيكية بواسطة البراغي للتأكد من تماسك هذا الجزء. تلقم أطراف الغشاء البلاستيكي للتخلص من الزوائد. أصبحت كبسولة المذياع جاهزة. ستجمع الكبسولتان للحصول على وحدة ستشكل لاحقاً قلب المذياع. هي تتولى تحويل الصوت إلى إشارات كهربائية. يوضع فاصل من الألومنيوم بين الكبسولتين المثبتتين ظهراً لظهر. يدل استخدام الكبسولتين بدلاً من واحدة على أنه يمكن تحويل المذياع لالتقاط الصوت من جهة مختلفة. يدعم قوس بلاستيكي الكتلة المجمعة حتى الآن. يقوم خبير فني بتوصيل أسلاك قطعة الدعم المعدنية في الجهاز الإلكتروني، ثم يثبتها بواسطة البراغي. بعد تركيب المحولات يسقط الخبير الفني كبسولات المذياع في الشبكة. يجمع الكبسولة والشبكة معاً ويربطهما بالجهاز الإلكتروني. يغلف الجهاز الإلكتروني بإطار معدني ويثبت المذياع مستخدماً غطاء كبيراً. ثم يتحقق من المحول الذي يغير اتجاهات المذياع. أصبح المذياع جاهزاً للخضوع لاختبارات الصوت. يوضع المذياع في غرفة لا تردد للصدى فيها. يقيس الحاسوب استجابة المذياع للترددات والاتجاهات الصوتية المختلفة.
حالما ينجح المذياع في هذا الاختبار وغيره من الفحوص يحين وقت توضيبه بعناية، لأنها أجهزة حساسة تساوي آلاف الدولارات. يمكن أن يعمر المذياع عقوداً لو عمل بحرص. في عالم الاستعراض تعد هذه العقود عمراً مديداً. كما ينابيع المياه الحارة الطبيعية التي تستمد سخونتها من القشرة الأرضية، يستطيع حوض المياه الساخن منح عضلاتكم شعوراً مماثلاً. يعد حوض المياه الساخنة نسخة فائقة التقنية لظاهرة الينابيع الحارة، تم ابتكارها في منتصف القرن العشرين. يتضمن الحوض الدافئ العصري نحو 100 فوهة تضخ كل منها المياه والزبد لتتكون أمواج ذات تأثير مهدئ للعضلات. لصنع هذا الحوض يبدأ العمل بلوح من الأكريليك الصلب. يوضع اللوح لمدة وجيزة فوق قالب على شكل الحوض، تلتقطه قامطة على شكل الإطار على طول أطرافه وتنقله إلى الفرن. يضم الفرن عناصر تسخين في الأعلى والأسفل، وهي تخبز لوح الأكريليك حتى يتدلى ويلين من شدة الحرارة. ينقل اللوح المتدلي مجدداً إلى القالب حيث نظام تفريغ في الأسفل. يشفط هذا النظام لوح الأكريليك إلى الفجوات داخل القالب كي يأخذ شكله. تبرد المراوح الأكريليك المقولب فيقصو في ثوان معدودة. يضع العمال هياكل أحواض السباحة الساخنة معتمدين التقنية عينها. عادة يكون هذا النوع من الأحواض أطول وأكثر عمقاً من أحواض المياه الساخنة، لكنها تستخدم للتمرين، لذا لا تكون متساوية. نعود الآن إلى قسم أحواض المياه الساخنة. حان الوقت لوضع طبقة الأساس. يرش العمال مادة الرتنج على الهيكل، يحلون خيوط الألياف الزجاجية ويلقمون بها مرذاذاً خاصاً، يقوم بفرم هذه الخيوط ومزجها بالراتنج لإعطاء الهيكل غطاءً من الألياف الزجاجية تعزز الأكريليك. تضغط الجيوب الهوائية من الألياف الزجاجية. يصوب مرذاذ آخر نحو الجانب السفلي للحوض. يحتوي هذا المرذاذ على رغوة عازلة. بعد ذلك تقلم حافة الحوض بواسطة منشار دائري كي يستقر بصورة صحيحة في الإطار. يصقل العمال الأطراف بالرمل ثم يحدثون ثقوباً مخصصة للفوهات العديدة. في الجزء الداخلي للحوض يثبت عامل الفوهات البلاستيكية داخل الثقوب. يتولى عامل آخر سحب الفوهات من الجهة الثانية، ثم يضع مادة السيليكون المانعة للتسرب حول كل فوهة. بعد ذلك يركب حلقة بلاستيكية لموائمة الفوهة مع الإطار. يضع عامل الجمع أداة خاصة لإحكام الفوهة. بعد ذلك تغطس الأنابيب المصنوعة من الكلورايد في مادة لاصقة وتوصل بالفوهات لتتكون بذلك شبكة الخراطيم. يتولى الأنبوب الأضيق ضخ الهواء في الفوهات، بينما تمدها الخراطيم الأوسع بالمياه. لتفادي التسرب تجهز الخراطيم بمشابك ذاتية الشد. يشبك العامل أنبوب السحب بالمضخة التي ستدفع المياه داخل الأنبوب. يعيد نظام شفط المياه إلى المضخة. تربط أسلاك الإضاءة بالحوض لاختبار كل الوصلات. ترش الرغوة العازلة على الجهة الخارجية للحوض فتمتد بسرعة لتغطي متاهة من الأنابيب والخراطيم. لمزيد من العزل يلف غلاف بلاستيكي مدعم بالمعادن حول الحوض. سيعكس هذا الغلاف المعدني أي حرارة متسربة مجدداً.
حان الآن وقت تركيب الألواح الخارجية وأحداث ثقوب في الغلاف العازل لتهوية المضخات. أصبح حوض الماء الساخن جاهزاً لتوليد الأمواج. ثمة أحواض تأتي مزودة بأجهزة تلفزة، لذا يمكنكم مشاهدة برنامجنا من دون الحاجة إلى مغادرة هذا الحوض. تستغرق صناعة الحوض الواحد من أحواض المياه الساخنة أو أحواض السباحة عدة ساعات، ينخرط فيها حوالي 20 عاملاً، ولكن بعد ذلك يحين وقت الاستمتاع. قاد ابتكار العشب الاصطناعي في ستينيات القرن الماضي إلى حقل جديد كلياً، حقل لا يتطلب القيام بأعمال الجز أو الري أو حتى إزالة الأعشاب الضارة. صممت الأعشاب المزيفة في قطاع صناعة السجاد، نفذت بفضل التقدم التكنولوجي. بدل العشب الاصطناعي المشهد الطبيعي للألعاب الرياضية المحترفة، نراه في الملاعب والساحات وميادين التدريب في أنحاء العالم. يبدأ الأمر بكيس من الحبيبات البلاستيكية البيضاء التي تمثل المادة الأساس للعشب الاصطناعي. تضاف الحبيبات الخضراء من أجل إطفاء اللون، هذا إلى جانب الإضافات والمثبتات الكيميائية. تقوم الآلة بصهر الحبيبات، ثم يخرج البلاستيك عبر الثقوب الموجودة على اللوح الفولاذي. تخرج الخيوط الخضراء مباشرة إلى حوض الماء حيث ستبرد وتصبح أكثر صلابة. تسحب آلة الخيطان بواسطة مشط كبير للحفاظ على إبقائها متباعدة فيما تتجه إلى المحطة التالية. هنا تمدد البكرات الخيطان إلى أن تصبح رفيعة تماماً كما العشب الحقيقي. التمدد يعزز قوة الخيطان. الآن تلف البكرات الخيطان الاصطناعية، وبمجرد امتلاء البكرة توضع جانباً. بعد ذلك يبسطون الخيطان الملتفة حول البكرات دفعة واحدة. تجمع الخيطان لتشكيل خيطان غزل صناعية متعددة الطبقات. تنتقل خيطان الغزل على موجهات. هذا يحول دون إبطاء حركة الخيطان أثناء حلها عن البكرات الضخمة. عند خط الإنتاج يدمج نسيج شبكي في الألواح الاصطناعية، بينما تجوب خيوط الغزل الاصطناعية عبر الأنابيب. هذه ماكينة خياطة عملاقة تحتوي على 250 إبرة. تشبك الإبر خيطان الغزل وتربطها بالغطاء الاصطناعي المخرم. تنتج هذه الإبر مئات من صفوف الغرز في الدقيقة الواحدة. في الأسفل تقطع سكين صغيرة خيطان الغزل الدائرية حتى تبدو مثل العشب. كما ترون العملية أسرع بكثير من انتظار نمو العشب. يفحص المفتش العشب الاصطناعي للتأكد من أن الخيطان كلها متساوية. بعد ذلك ينقل العشب إلى بكرة الطلاء. تلتقط البكرة المادة اللاصقة من الحوض الواقع في الأسفل وتضعه على أسفل العشب أثناء عبوره بها. تساعد هذه العملية على ربط الشبكة الدائرية من العشب الاصطناعي بجزء الدعم. ما تزال المادة اللاصقة لزجة، لابد من تشفيفها. يتكون المجفف من جزئين، أحدهما في الهواء الطلق والآخر مغلق. يبلغ طول الجزء المغلق نحو 50 متراً. تراقب فيه الحرارة بعناية شديدة، ذلك أن ارتفاعها قد يؤدي إلى ذوبان العشب الاصطناعي. عند المخارج تحدث مسامير حارة ثقوباً في العشب الاصطناعي. الآن يخضع العشب للتدقيق للتأكد من حسن مظهره. تسحب الخيطان الرخوة ثم تقاس الألياف. بعد ذلك يمرر البساط العشبي فوق جهاز يحاكي تأثير مرابط كرة القدم للتأكد من صلابة العشب الاصطناعي.
لتثبيت العشب الاصطناعي تبسط قاعدة مطاطية، يمد العشب فوقها، يوزع الرمل عبر الخيطان العشبية لإضافة الثقل، ثم تنثر حبابات المطاط لإعطاء تأثير لين. ثمة أنواع من العشب الاصطناعي تشبه السجاد، لذا ما من داعي لأي إضافات. حان وقت لف هذه الأرضيات العشبية ودحرجة الكرة على هذه المروج العشبية. عندما يتعلق الأمر بمحاكاة النسخة الأصلية، يكون العشب الاصطناعي في الميدان. ستاين هو قدح لاحتساء الشراب مزود بغطاء يفتح ويغلق. بحسب بعض المؤرخين، يرتبط المنتج بوباء الطاعون. في عقاب تفشي هذا الوباء في أوروبا، سنت البلديات قوانين صحية خاصة. في ألمانيا مثلاً، ينص أحد القوانين على ضرورة تغطية أواني الطعام والشراب. هذه الأقداح الألمانية التقليدية مع أجسامها الخزفية المزخرفة هي تحف فنية بحق. ستاين هي اختصار لعبارة ألمانية تعني الجرة الفخارية. تبدأ عملية الإنتاج في قسم السكب في قالب جصي. تأخذ تجويفته شكل القدح وتصميمه. يسكب العامل الطين السائل، ينتظر دقيقتين. بعد ذلك يسكب الكمية المتبقية من السائل. بعد فحص تماسك المادة داخل القالب، يفك العامل القالب بحذر كاشفاً عن جسم القدح. لقد نقل القالب كل تفاصيله الدقيقة إلى السطح الطيني. للحصول على نتائج أفضل مع أشكال معينة من هذه الأقداح، ينبغي استخدام الطين الصلب. يقطع العامل الكمية التي يحتاج إليها، ثم يسقطها داخل قالب جصي. تتولى الآلة ضغط الطين داخل تجويفات القالب، ويشذب العامل أي زوائد يمكن أن ترشح. ينقل القالب إلى آلة التجفيف ويمكث فيها نحو 20 دقيقة. بعد خروجه، يفك العامل أجزاء القالب لاستخراج الفحوى. لابد أن يمر كل جسم، سواء أكان من الطين السائل أم الصلب، على عجلة الخزاف. يزيل الخزاف الطبقات التي تكونت عند التقاء أجزاء القالب، ثم يقوم بتقليم الحافة وتنعيمها. بعد ذلك يثبت يدا مزخرفة مستخدما بعض الطين الرطب. هي بدورها مصنوعة بالكامل من الطين، يتم تشكيلها في قالب أو بواسطة مكبس. أخيرا يدفع قعر القدح بعبارتين: صنع في ألمانيا والعلامة التجارية للشركة. الآن ستبدأ عملية التلوين. يطلى جسم القدح بطلاء خاص. في البداية يطلى جسم القدح بطلاء مائي، ثم بطبقة أسمكة حول النقوش لإبرازها. يمسح الطلاء عن النقوش لإبراز التباين. لاحقاً يرش العامل طلاءً خاصاً على أنحاء جسم القدح من الداخل والخارج. يتكون هذا الطلاء من الصوديوم والسيليكون بصورة أساسية. ستعزز هذه العملية متانة الإناء الخزفي وتجعله مقاوماً للماء. يدخل العمال عشرات الأقداح إلى الفرن، تخبز على حرارة 1130 درجة مئوية لاثنتي عشرة ساعة. يشتد الطين وتنبض الألوان بالحياة، ويتحول الطلاء إلى غشاء واق. بعد الانتهاء من التبريد، يبدأ العمل الفني الحقيقي. يزين رسام موهوب التصميم بألوان الطلاء المختلفة. تعرض الأقداح للنار مجدداً، ولكن لخمس أو ست ساعات هذه المرة. لتتويج هذا العمل، يثبت العامل الغطاء المزخرف الذي يكون مصنوعاً من القصدير المصبوب في قالب. يرفع الغطاء إلى الأعلى بواسطة رافعة الإبهام. لتثبيت الغطاء بجسم القدح،
توضع رافعة الإبهام على يد القدح، بعد ذلك يجمعان داخل قالب صغير. يسكب العامل القصدير المنصهر في القالب. بعد نحو دقيقة ينزع الجهاز. لقد جف القصدير وتحول إلى حلقة صغيرة تربط رافعة الإبهام بيد القدح. يقطع العامل الزوائد ويصقل المعدن لتلميعه. برسوماتها التقليدية أو حتى بمواضيعها المعاصرة، ستبقى أقداح الشراب ترفع نخب المدينة.